هنتكلم عن مشوار نادي الاهلي وعلى الانطلاقه مع دحيل قطري مع الاستاذ عمر بنوبي الناقد الرياضي ضيفنا في السادسه، والحقيقه يمكن احنا جبنا له لقطات هو نفسه ما كانش يعرف عنها حاجه. عمر مساء الخير واهلا بيك معانا. مساء النور يا احمد، ويعني انا سعيد جدا ومبسوط وبشكركم على الاستقبال الجميل ده. اهلا بيك وشكرا ليك على وقتك. خليني ادخل في الموضوع، وخلينا ابتدي من لحظه الوصول امبارح اللي بتهيألي كلنا تابعناها، مشهد وحشنا يعني احنا مفتقدين. انت عارف ان المصريين تقريبا ما بيتابعوش كاس عالم الانديه الا لما الاهلي يكون موجود، يعني بطوله يمكن المصريين بيحبوا الكوره وبيتفرجوا على بطولات كتيره جدا مش بتشارك فيها انديه مصريه، لكن كاس عالم الانديه تحديدا ما حدش بيحس بيه، يعني بيجي ويعدي ويخلص وما بنعرفش مين كسب، او نسمع ممكن عن خبر مين الفرقه اللي كسبت بطوله بس ما حدش بيتابع، الا لما الاهلي يكون موجود الايفنت ده او الحدث ده بيتغير بشكل كبير جدا. تابعت استقبال النادي الاهلي امبارح ازاي؟ يعني اعتقد ان الاستقبال للنادي الاهلي هو استقبال وحشنا، لكن هو استقبال طبيعي. جمهور النادي الاهلي موجود في كل مكان في الدنيا، مش بس في المنطقه العربيه ولا في مصر ولا في منطقه الشرق الاوسط، لكن حتى لما الاهلي راح لعب كاس العالم في اليابان كان جمهور الاهلي موجود. صحيح. لما الاهلي لعب كاس العالم في المغرب جمهور الاهلي موجود، لما هيروح يلعب كاس العالم في النسخه دي جمهور الاهلي موجود، لو في اي مكان في الدنيا هيكون موجود. لكن الحقيقه مشهد الاستقبال انه الجاليه المصريه كلها تبقى موجوده، جمهور المحب للنادي الاهلي، شفنا كمان تبادل التحيه بين الجمهور اللي حضر الاستقبال الفريق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. ودايما انا بحب اتكلم يعني عن اللقطه دي تحديدا، انه تفرق كتير قوي لما يكون رئيس النادي بتاعك هو اسطوره من اساطير الكوره على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم واسطوره لناديك، بالتالي الاستقبال بيكون بالشكل ده في اي مكان في الدنيا. يعني اعتقد انه دايما كابتن خطيب بيشاور يقول لهم الفريق كله اهتفوا للفريق اكتر ما تهتفوا لبيبو. يعني ده المشهد المعتاد، يمكن انا شفت الجيل ده كتير. الجماهير اللي واقفه دي ما شافتش الخطيب في الملعب بالظبط، اجزم بكده يعني. ال 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 الشباب اللي واقف ده وبيشجع بيبو ده وبيعبر عن حبه وعشقه لكابتن محمود الخطيب ما شافش محمود الخطيب في الملعب. لكن الحقيقه يظل الخطيب اسطوره للاهلاويه، هو قصه وحاله عشق يمكن اترجمت في المشهد اللي احنا شفناه امبارح في استقبال الفريق لل يمكن ده بيحصل كتير وبيتكرر في مناسبات كتير، لكن انه يحصل في كاس العالم للانديه وتحت رئاسه الكابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي هو الحدث الجديد شويه. دلوقتي بقى لنا 7 سنين النادي الاهلي ما كانش اخد بطوله افريقيا، وبعد الصبر ده لما تيجي البطوله تيجي على حساب نادي الزمالك، نادي كبير، نادي محترم، منافس يعني تاريخي للنادي الاهلي هنا في مصر، يمكن على مستوى افريقيا، ان البطوله تبقى دوري ابطال افريقيا دي حاجه مختلفه شويه، كان احساسها مختلف بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. واعتقد كمان انه المشهد كمان اللي احنا شايفينه ده مشهد يليق بالنادي الاهلي، يليق بنجوم النادي الاهلي، شايفين الشكل فعلا النادي الاهلي في مكانه الطبيعي وسط انديه اكبر انديه العالم، شكل اللعيبه، التزامهم، انضباطهم، حتى في السفر، حتى في البعثه نفسها وهي مسافره، في حاجات كتير صغيره تفاصيل دقيقه ممكن شويه بعض الناس تاخدش بالها منها، لكن الحاجات دي بتفرق كتير جدا جدا مع شكل النادي الاهلي لما بيكون موجود في محفل دولي زي كاس العالم للانديه.